علينا بقيام الليل، فهو من أعظم النوافل التي يطبقها العبد، وخاصة إذا قام في الثلث الأخير من الليل. هنيئا لأولئك الذين نالوا شرف المؤمن. نعم، نالوا شرف المؤمن هو قيامهم في الليل. تركوا الفرش، وتركوا الأزواج، وتركوا الأبناء، وتركوا كل شيء. من أجل من؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. فيا الله، كم من إنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين أهله حتى يقوم بين يديه سبحانه وتعالى. توضأ وقام في الثلث الأخير من الليل، نصب الأقدام بالواحد الديان، ثم سجد ثم سجد ثم سجد، ثم بث شكواه لمولاه. فيا الله، هل ذلك الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لقيام الليل؟ هل الله سبحانه وتعالى يتركه؟ لا والله، ما ترك الله إنسانا وفقه للقيام بين يديه. كم إنسان محروم يتابع الملذات ويتابع المحرمات وينتهك ستر الله عليه. هذا هو المحروم والله، الذي ليس له توفيق في الدنيا ولا الآخرة إن لم يتب وإن لم يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. هنيئا لأصحاب قيام الليل، هنيئا لأصحاب قيام الليل. فوالله فزتم في الدنيا قبل الآخرة، فزتم بالدنيا قبل الآخرة. وإنما علينا أيضا المداومة على الاستغفار في السحر ولو شيئا يسيرا، حتى تكتب عند الله من المستغفرين، حتى تكتب عند الله من المستغفرين بالأسحار، مع التذلل والتضرع والدعاء لرب الأرض والسماء. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. من الذي يحبه معاشر المسلمين؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه.